لنكون شوي منصفين، كثير من النازحين عادوا، بعض الذين أو كثير من الذين لم يعودوا إلى حد الآن لأنه لم توفر لهم مستلزمات. يعني الذي فرضا الشخص الذي حرقت مزرعته بالكامل وهدم بيته بالكامل، طيب هذا وين كيف يعود؟ هذا قاعد بالخيمة مالته مرتاح، يقول لك أنا ينطوني فلوس وينطوني أكل وشرب وكذا، وفاتحي لي مدرسة ومستوصف وكذا. زين، لأنه إذا تريد تعيد النازحين هي أكو إجراءات غير إجراءات تهيئ. هاي واحدة. عقبة ثانية صارت نظر ثارات عشائرية، تمام، هذا يراد لها حسم من الحكومة. من يتحمل الديات؟ إذا أديات، من يولد المصالحة بين العشائر حتى العشائر ترجع تنسجم؟ فإذا فأكو جملة من الإجراءات. فإحنا رجائي اللي أقوله للسياسيين والحكومة يكفي شعارات. إذا والله أنتوا بيكم خير نفذوا، بدل ما تقول سوف أفعل قول سويت. هسه ما سويت 100%، عمد يسوي 20%، سوي 30%، إيش بعنا من حكي الشعارات؟ قولك انتخابات، كل واحد يحكي بالشعارات وشكر. كم اتفاقية؟ ماكو حكومة شكلت الاتفاقية بين السنة والشيعة، واتفاقية بين العرب والكرد، واتفاقية واتفاقية واتفاقية، أول كم شهر قبت العيطة، يعني ما راح تنتهي. هو هذه المشكلة متى يصل النظام السياسي بشكل عام؟ دكتور أنت الآن تتحدث عن مشكلة الشعارات ومشكلة استثمار التوقيتات الانتخابية، متى يصل النظام السياسي العراقي لحالة من النضج يتمكن من خلالها من إيجاد تعامل مختلف مع هذه الملفات؟ ما كافي هذه المدة الزمنية؟ هو يفترض صار لنا فوق حوالي 20 سنة، احنا ب 2003 والاحتلال صار 2023 الآن، والاحتلال 2003 صار لنا 20 سنة واحنا بهذه الدوامة. طيب، نضوج النظام السياسي يحتاج نضوج النخب لكي تكون ضاغطة. عندنا كثير من النخب متفية بوظيفتها، استاذ جامعي كذا، ما يريد يدوخ نفسه. فاكو تقصير من النخب، اكو تقصير من الإعلام الذي ما يجي ويركز على جوهر القضايا. يعني مسألة اختلاف، فرضا خذ أي مسألة بين أقليم كردستان وبين حكومة الاتحادية، كل وسائل الإعلام شو تسوي؟ تجيب لي واحد يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ونفس الشخص ينعاد على محطات كذا، وجايب لي واحد يمثل الحكومة وينعاد نفس الحكي. طيب لما لا أأتي بالخبير الدستوري، خبيرا